جد ثم سرنت وتزومي ذي وسيدي ورنم ذش مرر نهر ما تجد الحجاب شذور وجدك تنتق الخز جيف سبحان الله ورني غيري نسجد حسب يا مع رجل نسيتك الحجاب عاود قال الحجاب وقال ويك تنخز جيف اك تنخز جيفك الساور يحصى وجبوا الحجاب اك تنخز جيفك قبو يعزري صدهار المفاتن مر وجبوا الحجاب ويت جوز زيست فغور زيست زجور زيست قيمه كذا حتى كذا بعض المحارم اك تنخز جيف وجبوا انه مقال الحجاب الحجاب بضوابطه فلذلك هو راني خلط قيمة تعاود غاس وانه ميخسد يقصر حاجة ناس يقصر حاجة نشين وذان جيش ما يطلبه المشاهدون نغذر بوق نشحد وإنما نقول بقول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسب ما فهمناه عن علمائنا مما بلغوه إلينا من سلفنا رحمهم الله رحمة واسعة فلذلك وخان غيت حشحد هذا شيء تغير اللي يمدكرني يعفن قيوز دو شيء يجيث مني وها لقى تغا قبر نسفراني ترحن غهم زيدة تغا قبر نسفراني ترحن غا رجهة النظني يخلع جهة يخلع فراني إنش يتفوج غافي ونمو يسقني ذي نمو غاذا يزادين اللحن الزج بس لو هي الجنة لو نظني يتويث رخاضع يتويث رخاضع يتويث رخاضة أرض غيوغة جهنم والعياذ بالله وهذه من خطوات الشيطان أدنى الربار أدنى الربار قزين العابدين بن علي رحمه الله ورضي عنه إن سمس لا تصحبن قاطع رحم فإني رأيته ملعونا في كتاب الله عز وجل في ثلاث آيات إجن قاطع رحم فتكبو ذا مدكر إجن ويجيبو مليحك باباس ديما سديسي جاكو أربا يقلع باباس وتكبو شو أشتا مدكر وذي سرخ هذي باباس ديما سديسي رنخ هذي إجن يتعيش تخرويض تزوير ما يمي خيق شدا مدكر هذا يشرح حرام هذا يويكيس ما يمي إجن دايس تفلاي يسير فاري بريدون ما يمي خيق شدا مدكر إجن يتوي غيموش النيق يتسنى منيث ما يمي خيق شدا مدكر يجن ودياري رخباي الدين وراي يجن حز من زي وما سي ضرب مين مغاك غنش دم دكر لماذا لماذا يجن معروف الا الحياة نستكمر ذي حشيشة المخدرات مين مي كيف غاك غنش دم دكر إنش اللي خصي ذا سجيغ الدعوة سجيغ الدعوة نقط حذف كمرت من عندكم هذه من خطوات الشيطان ما يمي تخصي من يقصي ضربي ويوم يعض الظالم على يديه مرميه يوم القيامة أي ذي زعف ذي انطع خمي غيزة العذاب أذي زمن في السيوضم ذكرني الدنيا أذي زعف ويوم يعض الظالم على يديه يقول من غيني يا ليتني مين يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا يا معليك الجغاري وقف فرندم الدكر يا معليك تبغى تبعغ من النار بذن بذن من تبغى تسرق الخطبه الجمعه المواعيد الدروس دي وذني مزديك يتغادي نزه الجيران نغدي تشان نغدي روح تبع غفران غفران دم الدكر ما يمي من اش يوقع لقد ضلني عن الذكر بعد اذ جاءني زيد وخس يعبان وكان الشيطان للانسان خذولا الشيطان يخس يعبان الشيطان اذا سينا نايقش هيك قد هني غاه قلت مدوكش قامت قتني تقن الحجاب تني تقن عرض مستور تني تقن النقاب تني الصانخ في الناس لا تني تبوجدش تني تني يثوى تني مين مغاثيني تني قدم فيني بعد واتساب قدم فيني بعد وتصور بوكي حراما وكي سنتفغش قام فينا مو وما اكثر في النفغن خذ حنجيرين خسيس نمسر من تخضع شادي الدين من يجند رفاض درفاض من زي يوم سيد ربي يوم زي سيد ربي من يجند الكفر ذل الكفر من يجند البدعة بدعة من يجند واجبو زي السنة واجبو زي السنة من يجند نهخس النبي نهخس النبي وانزع عمشا غنظر قيخ في النخيس خمس ما قيوم القيامة وذا سنزمع أيها الأحباب زي خطوات الشيطان أنه يأمر بالبخل تقججوت أقدرين الضبة
غومرخبة ذين يوذن يوذن ذو قذفان سن الشيطان جين طاوان سن سجوع غومرخبة نغلا ست سنمت نغيلة سنمت قرخوش تفكاك النيو جين طاوان سن طاوان سن جين تنسقع دي سن سن جين تنسجوع وجد نهار اليومين ولا ترتيام بحجتك قاشم ذين ضبع من غد ضبع ويجن وغاه جذكيري مغاهني يحن جا نومي قان بابا زايني ياسي بابا مقاغان بابا ميتيري ذي الخارج هاي تيري ذي الخارج مين مذي تيجنش ذكيري مين مذي دي صوفغ زي هداه نسيوي تيتغاث هداينو مين مذي وسي خضب خط النهار مزوا يو يخت باش تجغ سجوع يو يخت باش كيس تجغ يحن جا نجغ تتان غجيران يو يخت هذا البخل من خطوات الشيطان أنا يتخذ البخل للصدقة أنا نجمع ذي مزيدة أيوة كار نجمع لي وقنا قموم وا تقنا قموم بعذاتا وتصدق غشا أيوة قنا قموم كف عليك هذا إذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه كف عليك أمن عيا نيرس أثقنا جيب بينو إخوة يمين يقمومين ويعمى جيب بينو يتصديس وصمير يمين يغذرق غير سينو أورينو يتقاقوا بوالو الإيمان إذا قم بمتسين فتوى ويتنا الزيغ غد تجارك سيدار بإير سمين مذي غي خارب الأخيرة الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا قال العلماء كل فحشاء في القرآن مقصود زيس الزنا إلا ذنيتا المقصود زيس البخل زيك صورة من الشيطان أنه ستبان قرش خساء متغازدة تصدق هذا كش تحت صدق هذا شي زار ذي الجن جار ديس الموقع ويفراني هذه سواج بدرش كتلوني الشيكان وسيدي كستيت قذة سموه وسيدي وانتهم حد النية نسنية الله أعلم بها ولكن باش تفذوا خان غي عبا الشيطان اذا نغي السيث ذي الرياء اذا نغي السيث ذي حب الظهور العمل للناس رياء زيد وترك العمل لأجل الناس رياء باش تفذوا انت ريح شعود غلطين ديس بنادم هذه الزج يخسد يطول شويت هذا سينيا خسد طول باش زان يوذن لا غاد طول خصوصا مرة تغاث ممن يقتدى به خسد عذر ذي الركوع باش زان لا غاد عذر ما يمي لان ما مشي جا العمل للناس رياء كذلك ترك العمل لاجل الناس القم وتقغ العمل يوذن رياء رنت الاسلام النغوسط الوسطيه ذي كرشي ويتمير يفوسق عمار ويتمير قعم ممار وإنما خير الأمور عندنا الأوساط ويكره التفريط والإفراط زك سورة من الشيطان أيها الأحباب أنه يتماس الرياء يتمارس حب الظهور ويقرب سبحانه وتعالى والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرين فساء قرين زك سورة من الشيطان أيها الأحباب أنه يأمر بالخوض في دين الله عز وجل عن غير علم مرة فتة مرة حرام مطلق حرام ما عليش وذي سواله الدنيا هانية ايوا سيد ربي ماشي حاسب خفني وخفنيني ايوا ما غاش كيتجني وش شن الفتاوى الفتاوى السريعة في تخريب الشريعة وش الدرقض وش متسند مرة فهم ذي الدين سيد ربي مرة فتا مرة تسن الحالة ذي الحرم مرة تسن الرخصة ذي العزيمة مرة تسن اتفاق جار من يجند الضرورة من واجند الضرورة مرة سبحان الله لذلك ايها الاحباب سيد ربي تحذ قارن غاوة هاش ما ليس قشيش من جنخش نحش وتسأل والسينغ أو كسيغ بود قري يوم القيامة أو قاغبود الدين سيد ربي أمني وأي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن أنا قلت في القرآن برأيي ونسب القول لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه